عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. أنا الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم وبإذن الله جبت لكم تقسيم تاع 3 ملايين، يعني الأخوات لأزواجهم يخصوا 3 ملايين. أنا قسم لك 3 ملايين، بصح السيدة هذه قالت لك لابي 3 ملايين و700. أنا هذه 700 بغيتك توفريها، بصح ندير لك تقسيم على 3 ملايين. قالت لك حنا راه كيما كتبت في الكومنتير تاعها، قالت لك حنايا رانا 6 أشخاص في هاد الدين تاع لاكناب وعندها الانترنت، قلت لي قسمي لي. اليوم باذن الله راح نقسم لك، وقبل هذاك التقسيم راح نهضر نوروا بعض الاخوات لي كومونتير تاع بعض الاخوات، يعني باش تستافدوا ثاني نتوما. كاين هذا الاخت قالت لي هذه راهي في وقت ملي قسمت ليها، وكانت كي نقولوا حنايا كانت بالحمل وتحوس تدير معروف، وكانوا يضحكوا عليها يقولوا لها انا ما عندكش ولا ما تقدريش، وخا ثاني ما يبوش يسلفوها ولا. المهم كان كومونتير تاعها قديم اللي كي قسمت ليها راهي استافدت. اليوم راهي دارت لي الكومونتير يعني تشكر فيا، يعني عليه باللي نجحت ودارت كاع التاويل ودارت لي بغاتها من خلال التقسيم درت عليها. كيما كتشوفوا هنايا قالت لك يعطيك الصحه. شافروز قالت لي راني رجعت بعد غياب، قالت لك الحمد لله سلكت على خير. راهي زيدت كي نقولوا حنايا على خير والحمد لله. قالت لي درت المعروف نتاعي وفات كيما يعني كيما تبغي هي. قالت لك وبقى وهذا قالت لك بفضل الله وبفضلك بفضل التقسيم قالت لي درتيه لي. قالت لي وزيد بزياده، قالت لك بقاو لها بزاف حوايج زادتهم يعني تزايدوا لها دارتهم في بيتي الخزين. قالت لي يعطيك ويمنيك، وقالت لي يا ربي يفرحك بوليداتك وان شاء الله ربي يرزقك يعني بزياره البقاع المقدسه. يعني لا شكر على واجب، انا ندير لكم تقسيم مدروس من خلال التجربه نتاعي ومن خلال الاسعار اللي تكون في الحاليه، يعني تاع الوقت تاع ذروك، ماشي ندير لك انا تقسيم على الاسعار تاع 2020، يعني ندير تقسيم اللي يمشي تاع ذروك، يعني الاسعار تاع ذروك. وراهي نجحت وتحمد ربي. قالت لي ثاني واحده شي اخت تما قالت لي نصر راني درت تقسيم تاع مليون. قالت لك انا درت هاي وانا درت تقسيم تاع مليون. قالت لي والحمد لله كل شهر ندير كيما هكا، دايره جدول وجبات. ثاني هي وش هي؟ قالت لك انا نطيب فطور وعشاء في دقيقه واحده. قالت لك نقلي مره في الاسبوع وندير الحلويات مره في الاسبوع والايام الاخرى. قالت لك ربي يعني كل نهار وبركته، يعني مليون يقدر يعيشك حبيبتي كون تكوني تعرفي كيفاش تمشي، ما تقولي لا عندك 4 ولا عندك 5 ولا والو، كاين لي 10 ملايين ما تعرفش تصرف، وكاين لي مليون واحد وكيكون ساجي تعرف كي تمشي. لا لي كوكوط راهم عندكم، اشري زوج وقعدي تخدمي بيهم احسن من اللي تضيعي الدراهم. كاين هذا الاخت ثاني بالنسبه للتقسيم تاع الدجاج، بزاف لقيت لي كومونتير تقول لك كيف 120 ما تكفيش، كيف 100، كل واحد يمشي على حسب ظروفه. ها هو الدليل. كاين اختي هذه قالت لي يعطيك الصحه، قالت لي انا نشري 6 فخار تاع الدجاج ب 117 نل، قالت لك ونقطعهم انت نقيهم ونتبرهم ونقطعهم، قالت لك ونديرهم في الكونجيلاتير يعني في المجمد. قالت لي ونشري شويه تاع كفته، قالت لك ويكملوا لي الشهر والحمد لله. يعني الناس القناعه، ما تشوفيش للبعيد، ما تشوفيش انتيا غير عينك تشوف غير تعمري، لا اختي كل واحد يمشي على حسابه، ما يهمش عدد الافراد، السيده هي اللي تعرف تمشي. ها هي وين الدليل اخت هاني ثاني. زيدي كاين وحده شي اخت قالت لكم هاي وينه، قالت لك سموها حبيب حبيب، قالت لك ندعو لبنتي قالت لك باش تنجح في شهاده البكالوريا. ها زيدي بالنسبه للحليب، هذا الاخت قالت لك بلي خبريني كيفاش كيفاش، قالت لي كيفاش تستعملي شكاره تاع الحليب، كيفاش تخزنيهم، وكيفاش حتى الطريقه اللي تمشي بهم للقهوه فقط. انا شوفي انا كل شهر عندي نشري 12 شكاره، ننقيها ونمسحها مليح ونديرها في المجمد، ونجبد نوريكم نجبد نديرها في المجمد. عندي نجبد وحده الصباح كي نقولوا حنايا نديرها في الليل، نديرها في الماء نحطها في باسينه تاع ماء عاديه ما بارد تاع السباله، نخليها كي تحمى نمسحها ونديرها لتحت في المجمد في الفريجيدير لتحت، نديرها فوق الطبقات في فوق الكاجو تاع فوق الصندوق تاع الخضره، نخليها الصباح نقسم النص نص ايطرو ندير لولادي يشربوا به القهوه ونص ايطرو نخليه لليوم الثاني، ولا لا سحقيت منها بغيت ندير كاش حاجه ولا لوليداتي نلقاها، ولا ما تحتاج اي حاجه نسحقها نلقاها. عندي 12 شكاره نفوت بها شهر ب 30000، 30000 حنا 5 اشخاص، يعني للامانه مرات يبقوا لي شكاره ولا زوج كيفوت الشهر، يعني الاخوات يمشوا كي هكا هذه للاخت اللي قالت لك على القهوة. بالنسبة للأخت هذه اللي نقسموا لها 3 ملايين و700، أنت أنا نقسم لك قلت لك نقسم لك فقط 3 ملايين و700 تخليها مع الدراهم اللي نزيد نوفرها لك من التقسيم، تاكلي تشربي، ديري الانترنت، خلصي الفواتير،
تاكلي مليح انت وليداتك، تعطيهم باش يتنقلوا ما يخص والو ويبقى لك منها. يعني تبعي هذا التقسيم هاوينا، وكل الاخوات اللي يكونوا كيما انتيا يديروا هذا التقسيم، وان شاء الله تربحوا ثاني نتوما تستافدوا كيما كاع الاخوات اللي راني قسمت لهم. ونبدأ بالاخت هذه. شوفي، اول حاجه دائما حطي 3 ملايين، انت عندك 3 ملايين و700، ها هذه 700 ما تخربيشيها، حطي 3 ملايين، ها 3 ملايين 30 الف دينار جزائري كيما يقولوا. هاكا قسمي ديري انت كيما هاكا، هنا ديري مواد غذائيه، ديري 700 تفتع مواد غذائيه، مواد غذائيه هنايا ديري 150 الف بيت خزين. يعني بزاف اخوات تبعوا الطريقه تاع التقسيم تاعي انا ونجحوا. دوك نوريكم لي كومونتير تاعهم، يعني يحمدوا ربي. هنايا ديري الخضره ديري 400 الف كل اسبوع، كل اسبوع، كل اسبوع، كل اسبوع ديري 100 الف، ها 100 الف اللي عندك ما تشريش، واللي ما عندكش تشريه. يعني وراه البرد نص، يعني انت سيده تعرف كيفاش تمشي، يعني يعني تمشي حالها. زيدي ديري 120 الف تاع دجاج، قسمي الناس قاعد تقسم الدجاج حبيبتي، ما كانش الله يشري دجاجه وياكلها. زيدي عليها 100000 تاع كفته، ها كفته كيما كتشوفي. هذاك تشوفي الكومونتير تاع الاخت هذه اللي قالت لك انا نشري الفخاط تاع الدجاج ونشري الكفته، يعني وتحمد ربي توت الشهر ما يخصها والو. دوك تشوفي الكومونتير تاعها. هنايا ديري الخبز 250000 وعجني لمامور اللي تعجني، راكي دراهمك تقعد تشريها صالحه واحده اخرى ولا توفريها ولا. ولي مومو اللي ما تعجنيش راكي تشري، يعني حنا كاع رانا تقريبا نفس الشيء. هنايا زيدي شاديري ديري 60 تاع حليب، حليب شري حليب شكاير حبيبتي، اللي يكون فيه الديون اللي عنده حوانه كبيره اللي عنده واللي عنده واللي عنده يشري حليب شكاير راهي تخدم. انا صحيح راني نشري للقهوه، وداك يعني كان واحد الشيء الاخت هنايا داك نخبر نوريكم لي كومونتير، سقساتني على الطريقه قالت لي كيفاش الحليب تاع تاع الشكاره، يعني كيفاش راكي ديري له يعني غير القهوه، والطريقه اللي تحتفظي بها والطريقه اللي تستعملي بها. دوك نوريكم الكومونتير ثاني اللي تاعها ونوريها الطريقه اللي تمشي بها، وانتم ثاني باذن الله مشوا بها. ديري 60 بيض، انت في البدايه بدي ب 60 تاع بيض، ومن بعد من يخصك كي نقولوا حنايا لي مومون اللي ما تشريش الخبز اشريها بيض. ودوك راني دوك ندير لك الكماليات، الكماليات ونخليك وحدهم. ها موينه كيما كي تشوفي عندك 400000 هنايا تاع كل اسبوع ديري 100 الف تاع خضره، والسيده قلت لك تعرف هي في مرات المطبخ وتعرف تمشي. ديري 120 الف تاع دجاج وزيدي 100 الف تاع كفته، ديري 200 الف تاع خبز، 250 الف خبز، وهذه في 700 هنايا تاع المواد الغذائيه شري فارينه، ركزي شري فارينه. بزاف اخوات ما يتبعوش الفيديو مليح وتقعد تقول لك وراه اللحم وراه التطور، هذيك تبعوا الفيديو من الاول لاخر تفهموا. اللي عينها تستافد دير كيما نهار، واللي ما عينهاش الله يسهل عليها. هاي وينا كي تشري الكفته ديريها كيما نديرها انايا، نقطعها يعني خبيزات خبيزات هكا، نديرها كرات ونقرصهم هكا خبيزات، ونديرهم في لي ساشي ونديرهم في المجمد. كي نسحق ديك الكميه نجبدها ندير بها كراتيه ولا ندير بها اي طبق نبغي نديرها بها، نجبد داك شويه. كاع الناس تمشي كيما هكا، انا ما نكذبش عليكم نمشي بهذه الطريقه. والخبز لمومون اللي تعجني دراهم الخبز هذه دبري راسك تشريها توفريها، ولا تشريها بيض، تشريها ياورت، ولا تشريها تشريها الاخر ليموناد، ولا انت ادرى بها. النهار اللي تعجني هذيك الدراهم تاع الخبز مثلا تاكلوا 10000 تاع خبز النهار، هذيك 10000 شريها، يعني شريها انت تعرفي تشريها بيض ولا تشريها ليموناد ولا تشريها انت تعرفي تستعمليها. 60 تاع حليب ديروا الطريقه اللي نمشي انا بها، انا نشري يعني كيما نقول لكم دوك نحكي للاخت وطبقي كيما هي تنجحي باذن الله. ما تشري لا لحظه لا والو غير القهوه، حنا نستعملوها غير القهوه، ولا لا درنا شي حاجه واحده اخرى تطلب حليب نستعملوها. يعني كاع الجزائريين راهم يمشوا بالشكاير تاع الحليب، واللي مترفح وربي فاتح عليه وكي نقولوا حنايا بايعيش الهاي لايف كونديا قدام حبيبتي، وراها كل انواع الحليب تاع البايض 60 تاع بيض، شري البيض 60 يعني 30 حبه، ومن يخصك راكي تعرفي مره مره كي على تشري انت، ماشي كل واحد يرفض مقل تاع حبيبتي ويروح يشري. نعرف ضلي فيها العزاب ما تكونش الاميه المسيطره يديروا ريانهم، هذه 30 حبه ياكلوها في يومين.
هذه كما راكي تشوفي هنايا، ندير لك هنايا ديري 100 ترف تاع تاع فواتير، فواتير كل شهر قلعي 100 ترف، شهرين ما نخلصوش وشهر نخلصو، هاي وانا شهرين عندك 200 ألف موفرتها، ودايما هذا الدراهم هذه خليها بجهة، 200 ألف موفرتها، الشهر الثالث اللي تبغي تخلصي لافاكتور كتزيدي من لابي تزيدي 100 ألف، تولي عندك 300، هاي وانا تبغي تخلصي كاع 300 ألف فاكتيرو، يعني الناس اللي تتقشف وتحفظ على رواحها، ديري 300 ألف في انترنت، على بالي باللي ديري تاع الدار صح، من الأحسن تاع الدار، أنا كيما نخلص 135 ألف تاع الدار. والاخرى يعني وليداتك يسحقوا يفليكسوا باش يهضروا، ولا انتيا تبغي تهضري، ولا راكم تعرفوا تفليكسوا ديك 10000 وتحافظوا عليها، يعني ما يكون عندك العزاب انترنت، يعني عندك العزاب ديري تاع الدار وتاع ساعه يفليكسوا ديك 10000 با يهضروا، يعني تحافظوا عليها، الناس قالها تحفظ انا نفليكسي 10000 ويعني اون بيبي راجلي ولا لولادي ولا لاختي ولا اللي عاينه فيا بيبي له كيما يقولوا. هاي وانا عندك 400000 زيدي عندي لك 300 ألف تاع كماليات، كماليات ركزي معايا، وكل الاخوات اللي حوسوا عندهم نفس الوضعيه، عدد الافراد كيما هي يقسموا تقسيمها تقريبا تقريبا تقسيمها، ديري كماليه 300 ألف، هاي 300 ألف كماليات، على بالي باللي 6 افراد وعندك يعني العزاب يبغوا ديك تسحقي مره على مره، مثلا كيما الجبن تاع البيزا شري فيه 700 ألف، شري طرف هكا يعني اللي تسحقي تاع الشهر وخدمي به، مثلا تبغي تشري كي نقولوا حنايا دبري راسك، هذه 300 تخليها في الدار صرفيها، كي تسحقوا مثلا تشري ليمونات ولا تشري يورت ولا تشري شويه تاع عنب ولا تشري حاجه منا يعني الناس تصرف من هذه يعني احسن ليها، يعني انا كنت تعرفيني ديروا كيما انا هكا، كيما انا ثاني انا اللي دايره كيما انا هكا، شوفي شهر يطلع لك ها موينه عندك الا 700 و 150 ها 700 و 150 كاين لي كونطابل راهم في هنايا عندنا، يعني ما شاء الله راهم في القناه يا اختي يفوتوني انا ويفوتوا غيركم. ها 990 هذه الماكله هذه اللي كتشوفي فيها دجاج وكفته وخبز وحليب، السيدات كيعجنوا ينقصوا شويه دي 250 في تساعدكم، يعني للسيده اللي تعجن يعني كل يوم هذه 250 في توفرها احسن لها، 250 ولا 250 نقولوا حنايا في الاخر في كل شهر حبيبتي راكي ديري بها غير شهرين عندك 500 ألف، تقدري ديري بها ميزانيه تحقيها، سيتو السيدات يسحقوا شويه. كيما هنا الكوزميتيك شري الشامبوان، السيك راه ما يشروش كل شهر، السيك شهرين ولا ثلاثه تشي يشرو كل واحد يشري واحد، انتيا هاي وانا 700 ألف لازم تحكمي فيها في مواد غذائيه، وشري غير واش ياكلوا ولادك. زيدي عندك بين الفواتير والانترنت عندك 400 ألف، ها 400 حنونه، عندك كماليات عندك 300، هاي وانا كي تطلعي حسابك هاي وينه الحساب اللي تطلعيه يجيك زوج ملايين، عندك زوج ملايين و 540 ألف، هذا المجموع مجموع ها كون السيده تمشي كيما هكا تعيش مرتاحه، ها الصفر مع الصفر تعطينا صفر، الخمسه هذه 700، الخمسه مع التسعه شحال تعطينا؟ تعطينا 14، ها التسعه والواحد يعطونا 10، والسبعه والواحد 8، ها 18 والسبعة هاي وينا يعطينا 25، هاي وينا عندك زوج ملايين و 540 ألف، يعني اللي يحوسوا يقسموا 3 ملايين من شوفي يطلعي من 6 أشخاص 7 وهودي، هذا هما تساعدكم يعني الأخوات اللي يكونوا عندهم يعني بهذه بين 4 5 6 7، يعني هذه ساعدهم، هذا أنا تقسيم نديرها في داري كيما هاكا. زيدي انا عندي 5 أشخاص بصح دائما نزيد واحد اون سي جامي يجيني كاش واحد زياده، دائما نتصرف كيما انا هكا، وبيت الخزين لازم ديريه، لازم بيت الخزين هذا يساعدك على ما جاي، كي نقولوا حنايا يعاود اولا كشحال مره ولا يغيب كانش حاجه من المصروف ما تحسيش كاع، لازم يعني هذه 150 كل شهر ديريها، ما تخلطيهاش مع الدراهم تاع المواد الغذائيه، هذه شريها في نهار وهذه شريها في نهار، هذه تاع بيت الخزين ولا تعاودي تخربي فيها، خليها ووفريها، يعني 6 أشهر وين ما تطلع لك توفري، وشري غير الأساسيات، إذا تحوسي على بيت الخزين 150 ألف أنا دارتها هنا في القناة، هي إن شاء الله يساعدك الأساسيات، وأنا تعرفوني باللي في البيت الخزين ندير غير الأساسيات، ما نديرش الكماليات، مع راه رمضان جاي يعني لازم تكوني موفرة، هاهي وينا عندك 2 ملايين و 540 ألف، شاي يبقى لحبيبتي، يبقى لك 460 ألف، ها هذه من 3 ملايين، 460 ألف. انت شديري وعندك 700 اللي كنتي موفرتها فوق 3 ملايين، 700 ألف
ها همينة تجمعيهم، ديجا عندك الدين تاع لاكنب، ها عندك 700 و 460 ألف، ها تولي عندك 1,360,000، ها عندك 1,360,000، هذه تبقى لك شهريا تخلصي منها لاكنب وتخلي اونسي جامي الدنيا هذه ما تحسيش الظروف كاع المفاجات كي دايره. انا ما ندير لكمش تاع الطبيب باسكو تاع الطبيب متشائم، ما نكذبش عليكم بزاف اخواتي يعرفوها، خليها يعني للوقت الناس تطلب العافيه. وهنايا تقدري تعطي لوليداتك باش يركبوا، تقدري تعطي للزوج منها، اذا كان الزوج مدخن تعطيك منها، دبري راسك يعني عندك سياره تعطي للزوج منها، يعني هاي وين مليون و360 في حبيبتي اذا كنتي ساجية تعرفي كي تمشي امورك بها. ودراهم الخبز هذه 250 اذا عجنتي كل يوم، هاي وين عن تبقى لك 250 توفريها، يعني الاخوات وحتى في الوجبات يعني الاخوات يعرفوا كيفاش يمشوا. هذه هي هنايا، ونتمنى الاخوات كما قلت لكم دعموني بليجام، بارطاجوا الفيديوهات تاعي باش يوصل اكبر عدد من الاخوه والاخوات، والى الملتقى باذن الله.